في إطار دورها الاجتماعي، نظمت وزارة الداخلية عددا من ورش العمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول بحضور ممثلين من مختلف فئات المجتمع. استكمالا لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية للتوعية المجتمعية بمخططات إسقاط الدول وكيفية مواجهتها، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من ورش العمل التدريبية في هذا الإطار تحت عنوان مواجهة مخططات إسقاط الدول لطلبة الجامعات وممثلين عن المجالس القومية لحقوق الإنسان والطفولة والأمومة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المتخصصين. الباحثين أو اللي حضروا اللي بيحضروا هذه الندوة وبينقلوا التجربة أو الثقافة التي تعلموها حول كيفية الحفاظ على الأمن القومي المصري بصورة علمية مفيدة، بيقدروا أن هم يوصلوها لزمايلهم ولقطاعات الشعب المختلفة اللي إحنا بنتعامل معها. الشباب ذخيرة المجتمع المصري وذخيرة أي مجتمع، فمهم جدا صقل خبراتهم من ناحية، ومش فقط توعيتهم يعني توعيتهم، لكن أيضا صقل خبراتهم بخبرات السابقين عليهم. أحمي أبنائي وأحمي وطني بأن أنا أفهمهم إيه اللي بيحصل، وده دور الفن ودور علماء الاجتماع ودور علماء النفس. طول الوقت بنقول ان من المهم للغاية اننا نشتغل على حالة الوعي، لان هو ده القادر، السلاح الوحيد على القادر على مواجهة اي مخططات او مؤامرات بيتم حياكتها ضد الدولة. حقيقة نشكر هذا الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية حينما قمنا بالمشاركة في هذه الدورة، الدورة 21، في تثقيف طوائف الشعب المختلفة لكي تبرز لهم أهمية هذا الوطن مصر أمانة في أعناقنا. تطرقت ورش العمل إلى موضوعات عدة لتنمية وعي المشاركين فيها بأهمية مواجهة والتصدي لمخططات إسقاط الدول، وفي مقدمتها مفهوم حروب الجيل الرابع وآليات هدم الدول من الداخل والشائعات والحروب النفسية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي المجتمعي وإثارة الرأي العام. ورشة العمل هي كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا كشباب، وهي كانت مواضيعها مهمة جدا، وكانت كتير منها مثلا الإشاعات، منها نازل نتعامل معها وحروب الجيل الرابع. دورنا ان احنا كل اللي احنا استفدناه في الورشة دي وفي الأكاديمية ان احنا نلبسه في الشباب اللي حوالينا كلهم، ان احنا بنسنوا في الاجيال القادمه. احنا عندنا في الكليه ان شاء الله هنبدا ان احنا، وفي الجامعه برضو هنبدا ان احنا نعمل دورات تدريبيه بحيث ان احنا ننقل اللي احنا استفدناه من هنا للطلبه عندنا في الجامعه وبرضو الجامعات الثانيه. وقد اشاد المشاركون بثراء ورش العمل وموضوعاتها ذات الابعاد القوميه والامنيه، والتي تتسم بأهمية كبيرة تسهم في تحصينهم ضد الأفكار الهدامة والتشكيك في الثوابت الوطنية، مؤكدين قدرتهم الآن عقب هذه الورش على التفاعل والتصدي لمحاولات التشكيك في الثوابت وتزييف الوعي. اتعلمنا فيها حاجات كتير واستفدنا معلومات كمان كتيرة، اتضح لنا أن الجهاز الأمني المصري واعي وصاحي وموجود ويقدر يحميها. التدريب ده بيعلمنا ازاي نحافظ على مصر ونحميها، بيعلمنا ازاي الخطط الإرهابية اللي كانت بتحاكى للدولة ازاي ان احنا نتصدى ليها، بيوعينا كتير جدا على حاجات احنا ممكن نكون ما كناش عارفينها وما خدناش بالنا منها، بالعكس ادونا معلومات كتيرة مهمة جدا وموضوعات كانت شيقة. ان شاء الله باذن الله يكون في دورات اكتر اقدر استفيد معلومات اكتر، وان شاء الله باذن الله نقدر نساعد احنا كمدنيين في الأماكن اللي بنشتغل فيها في الجهاز الحكومي وفي الشارع في المدرسة في البيت، نقدر أن احنا نواجه كل المخططات اللي بتستهدف مصر. ورش العمل هذه تأتي إدراكا من وزارة الداخلية لأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي للمواطنين بكافة القضايا التي تمس الأمن القومي وإحباط مخططات استهداف مقدرات الأوطان وثوابتها الراسخة على مر العصور والأجيال.